Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aiman Hakim bin Yusri, Rukmu Talib, Sifrun Khamsah Arba'ah, Salasa Sifrun Samaniyah. Tuasilu fi Muqaddimah. Muqaddimah, ilmu al-lughah al-ijtima'i huwa ilmu muta'adidak al-takhususat al-mazij min takhususin ilmu al-ijtima'i wal-lughayat. Tanwa al-lughah huwa tanwa fi istikhdam al-lughah fi mujtima mutakhallif yatakayyafu ma'ahalah wa zuruf mujtami' ma'ina mu'ayyin yazhar ahada min al-adid min al-ikhtilafat al-mawjuda fi istikhdam al-lughah. في مجتمع الكلام هناك أفراد أو مجموعات من الناس لديهم القدرة على التحدث باللغتين أو أكثر. وصلوا في المشاكل الاجتماعية اللغوية. الأول الهوية الاجتماعية للمتحدث. يمكن أن يعرف من السؤال ما هو المتحدث ومن هو وكيف يرتبط بالمحدث الآخر. تتكون الهوية الاجتماعية للمحدث من أفراد الأسرة. المثال الأب الأم الأخت الأخ العم إلى آخر. والأصدقاء المقربين والرؤوس والمرؤوسين. الثانية الهوية الاجتماعية للمستمع المشارك في عملة من عملية الاتصال. يجب مراجعة الهوية الاجتماعية للمستمع من المتحدث. تتكون الهوية الاجتماعية للمتحدث من أفراد الأسرة. مثال الأب العم الأخت الأخ العم إلى خن. والأصدقاء المقربين والرؤوس والمرؤوسين. الثالثة البيعة الاجتماعية التي تحدث فيها أحدث الكلام. يحدث في غرفة الأسرة في المنزل أو في المسجد أو في ملعب كرة القدم أو في قاعة المحاضرات أو في المكتبة وما إلى ذلك. يمكن أن يؤثر المكان الذي تجري فيه أحدث الاتصال على اختيار القواعد والأسلوب في التحدث. رابعاً التحليل المتزامن للحاجات الاجتماعية. إنه وصف لأن الحاجات الاجتماعية. إما تحدث في وقت محدد أو تحدث إلى أجل غير مسمى. يستخدم المحدثون هذه اللهجة الاجتماعية فيما يتعلق بموقفهم كأعضاء في طبقات الاجتماعية معينة في المجتمع. خامسة وآخر التقيمات الاجتماعية المختلفة من قبل المتحدثين لسلوك أشكال الكلام. كل متحدث لديه بالتأكيد
بالتأكيد تبقى اجتماعية معينة في المجتمع، وبالتالي بناء على طبقته الاجتماعية لديه تقييم الخاص، والذي هو بالطبع هو نفسه، أو إذا كان مختلفا فلن يكون بعيدا عن طبقته الاجتماعية، لأشكال السلوك اللفظي التي تحدث. شكرا، هذا فقط مني، السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد شرفي أكمل بمامك، رقم طلي 054-3-0. واصل الموضوع أسئلة البحث. هذا آسف، هذا هو أسأل هي أسئلة في بحث. أولا، هل الطلاب قادر على التعرف على خصائص وفهمها؟ ثانيا، هل الطلاب قادر على التعرف على علم اللغة الاجتماعي ومفاهيم أساسية المتعلقة بهذه المعرفة؟ ثالثا، هل يمكن الاستفادة من هذه المعرفة بمفهوم هذه معرفة في مجال تربية للطلبة أو للطلاب مستوى التعليم الأم؟ رابعا، ما إذا كانت هذه المعرفة يمكن أن تطبق مفاهيم اللغوية الاجتماعية في المجال البحث أو مكتوب قصير الذي يطلبه الطلاب لتأكيد فهمهم جيدا للمبدأ هذه المعرفة، وفي محاولة لبناء شخصية علمية مستقلة للطلاب. هذا أسئلة في البحث، ثم تواصل في أحداث البحث. ما هذا؟ أولا، آخر أخبر جميع الطلاب عنها خصائص علم اللغة الاجتماعية. ثانيا، تعرف الطلاب بعلم اللغة الاجتماعي وبالمفاهيم الأساسية التي يعالجها هذه العلم. ثالثا، سعي إلى استفادة من مفاهيم هذا العلم في مجال تعليم طالبة أو الطلاب مراحل التعليم العام. وآخر، سعي إلى عملية أو عملية تطبيق مفاهيم علم اللغة الاجتماعي في بحوث ميدانية أو مكتوبية قصيرة تطلب من طالبة أو طلاب لتأكيد على فهمهم جيد للمبادئ هذا العلم، وسعيا للبناء شخصية علمية مستقلة للطلاب. هذا فقط مني، شكرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد فرحان بن محمد أصيل، رقم الطالب 054-079. طيب، فإن شاء الله سأقول عن البحث في علم اللغة الاجتماعية. تعريف علم اللغة الاجتماعي، العلم الذي يعني بدراسة اللغة المجتمع وتأثير المجتمع والبيئة المحيطة على هذه اللغة. يقوم هذا العلم بدراسة لسانيات
لغويات بين الأفراد والمجموعات التي يميزها الكثير من الفوارق والعوامل. يقوم علم اللغة الاجتماعي بفحص التفاعل والانسجام بين اللغة والمجتمع، ويقوم علم اللغة الاجتماعي بدراسة اللهجات أو التنوع الإقليمي والعرقي للغة. تاريخ علم اللغة الاجتماعي: في بدايات القرون العشرونات كان اللغويون اليابانيون والهنود والسويسريون هم أول من قاموا بدراسة العلوم الاجتماعية للغة. كان توماس هودسون أول من آمن بمصطلح اللسانيات واللغويات الاجتماعيات، فقام بنشر أول أبحاثه في عام 1939، وبعدها ظهرت اللسانيات واللغويات الاجتماعيات لأول مرة بشكل واسع لدى الغرب في نهاية الستينيات من القرن العشرين. يعتبر ويليام لابو والمنشئ والمؤسسة المنشئ والمؤسس العمل لهذا العلم، حيث قام بطباعة كتابه بالتراتيب الاجتماعية في إنجليزية مدينة نيويورك عام 1966. فصائل الاجتماعي: تميز علم اللغة الاجتماعي بتحليل اللغة كظاهرة اجتماعية وثقافية. يدرس اللغات وطريقة التحدث في السياق الذي تحدث فيه في مواقف الحياة الواقعية، ويركز انتباهه على الظروف. تم استخدام معرفة علم اللغة الاجتماعي لتسهيل تعلم اللغات الأولى والثانية. النظرية اللغويات الاجتماعية: ويليام لابو الولايات المتعددة. يعتبر مؤسس علم اللغة الاجتماعي الكمي أو الحضري، كان من الرواد في دراسة العلاقة بين اللغة والوضع الاجتماعي المتحدث، وطرم فكرة عن طريقة استخدام اللغة تختلف بين الناس وظروفهم. تشارون فيرجسون الولايات المتحدة قام بتحليل كيفية تنوع الاستخدامات وفقا المنطقة التي جرت فيها المحادثة ومكانة كل لغة، والاكتساب كلغة أم، والمنظومة النحوية، وتنوع المعجم، والتراث الأدبي، علم الأصوات، وعوامل أخرى. الولايات المتحدة كان رائدا في البحث في علم اجتماع اللغة، حيث قام بتحليل الطريقة التي تؤثر بها اللغة على السكان وتعديل الديناميكيات الاجتماعية. شارون
شخصية النفس، قام بتحليل بالهيمس الولايات المتحدة، قام بتحليل العلاقة بين الكلام والعلاقات الإنسانية والطريقة التي تشكل بها اللغة. باسيل باش باسيل برشت برشت برنستاين المملكة المتحدة، ركز عمله على علم اجتماعي اللغة وهيكل الخطاب التربوي، وأساس علاقة محددة بين طريقة التحدث والطبقة الاجتماعية للفرد. وهذا النوع علم اللغة الاجتماعي، أولا اللهجة، ثانيا لغة التواصل المشترك أي لينغوا فرانكا، الأسلوب والطراز، اللغة العامية اللهجة واللكنة، اللغة الهجينة واللغات المولدة، المصطلحات اللغوية، الكلام الممنوع، التعابير التبسيطية أو التلطيفية. أشهر الطرق للقيام بدراسة دراسات علم اللغة الاجتماعية، يقوم باحثون وعلماء علم اللغة الاجتماعي بإجراء العديد من الدراسات يتمكنوا من التوصل إلى نتيجة ترضيهم. تعود المقابلات اللغوية الاجتماعية واحدا من أشهر وأهم الطرق في دراسة علم اللغة الاجتماعية. يقوم الباحث بجمع أكبر قدر ممكن من الكلام من متحدثي اللهجات واللغات التي يقوم الباحث بدراستها. يقوم بتحليل طرق اللفظ والنطق وطرق استخدام القواعد والتراكيب وأبنية الكلام ومقارنتها بعد ذلك بالمناطق الأخرى. طرق البحث في علم اللغة الاجتماعي، أولا الكمية الحضرية أو التباين، ثانيا علم اجتماع اللغة، ثالثا إثنوغرافيا الاتصال، رابعا المتغيرات الجغرافية، خامسا المتغيرات السياقية أو الثنائية المتغيرات وخامسا وسادسا المتغيرات الاجتماعية والثقافية أو الاستراتيجية، وأخيرا المتغيرات التاريخية أو غير المزمنة. وهذا فقط مني، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اسمي أحمد المؤمن بفوزي، ورقم الطالب 054-2229. إن شاء الله سأستمر في الخاتمة حول علم اللغة الاجتماعي. نذهب في الخاتمة. أولا، علم اللغة الاجتماعي هو الدراسة اللغة فيما يتعلق بالمجتمع، حيث تؤثر على مجموعة اللغوية وتؤثر عليها، ومن ثم يتعلق الأمر بالآداب الاجتماعية والثقافات
ويؤدي إلى اختلافات في اختيار بعض الأشخاص للتحدث مع بعضهم بعض وفي لهجتهم كلامية. ثانيا، ثم يستخدم الناس المحدثة للتفاعل مع الآخرين في حياتهم الاجتماعية، يتبادل الأفكار والآراء حول شؤون حياتهم لتنظيم السلوك اللغوي والسلوك الفردي، تجاهل اللغة في المجتمع. يبدو أن تدريس الكلام هو أحد أساليب فعالة في تعليم اللغة العربية من حيث لهجتها وخصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، حتى يتمكن الطلاب من تطوير معرفتهم اللغوية وصوتهم وتحسين تفاعلهم الاجتماعي مع اللغة. من المفترض أن يقوم تدريس الكلام على تطبيق النظرية اللغوية الاجتماعية من خلال إجراءات التدريس وفي التفاعل اللغوي الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين وبين الطلاب وغيرهم من بداية الدرس في تحديد النهاية الدرس في التصحيح الأخطاء. وأخيرا، وهو يدرس اللهجة الاجتماعية أو الطبقية في كل مجتمع اللغوي من حيث خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وتوزيعها داخل هذا المجتمع ودلالتها على مستويات الاجتماعية مختلفة، أي يدرس اللغة على مستوى الرأس كما يدرس أيضا مشاكل الإزدواج اللغوي مثل الفصحى والعامية. وبصورة عامة، يدرس تأثير متبادل بين اللغة والمجتمع. يطلق عليه العلماء الاجتماعي علم الاجتماع اللغوي Sociology of Language. ولكن هناك فرق بين التناول كل من علماء اللغة والعلماء الاجتماع لهذه العلاقة بين اللغة والمجتمع. هذا فقط مني، شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.